الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله فضيلة شيخنا كل خير على هذا اللقاء الطيب وهذا التوجيه المبارك. أحب أسأل فضيلة الشيخ بما أن في أوائل شهر رجب عن العمرة في رجب، وهل لها أصل في السنة؟ وقول بعض الناس العمرة الرجبية، وهل هي تفضل يعني مثل فضيلة العمرة في رمضان أو دونها أو شيء من ذلك؟ أقول إن شهر رجب أحد الأشهر الحرم الأربعة، والأشهر الحرم الأربعة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. هذه الأشهر كان تحريمها معروفا حتى في الجاهلية، فكانوا في الجاهلية يحرمون فيها القتال، حتى إن الرجل لا يجد قاتل أبيه في هذه الأشهر ولا يتعرض له. وجاءت الشريعة الإسلامية بتأييد هذا، فحرم الله القتال في هذه الأشهر الأربعة. وإنما كانت قريش تحرم هذه الأشهر الأربعة لأن الشهور الثلاثة للحج، ذو القعدة شهر قبل الحج، ومحرم شهر بعد الحج، وذو الحجة شهر الحج. فكانوا يحرمون القتال فيها ليأمن الناس الذاهبين إلى الحج والراجعين منه. في رجب كانوا يعتمرون ذلك في رجب، ولذلك حرموا. لكن لم تأتي السنة استحباب الاعتمار في رجب، بل قال عمر رضي الله عنه إن ذلك كان شهر يعتمر فيه أهل الجاهلية فأبطله الإسلام، يعني أبطل استحباب العمرة فيه. ومن السلف من كان يعتمر فيه، حتى قال عبد الله بن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب، ولكن عائشة رضي الله عنها قال إنك وهمت، وقالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتمر إلا في أشهر الحج، اعتمر في أشهر الحج كم مرة؟ أربع عمر، عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة وعمرة حجه. فسكت عبد الله بن عمر، وعلى هذا فنقول إن ابن عمر رضي الله عنه وهم في كون الرسول عليه الصلاة والسلام يعتمر في رجب، لكن روي عن بعض السلف أنهم يعتمرون فيها. فمن اعتمر دون أن يعتقد أن ذلك سنة فلا بأس. وأما أن نقول إنها من السنن التابعة للشهر فلا، ولم ترد العمرة في شهر من الشهور إلا في أشهر الحج وفي شهر رمضان. وبهذه المناسبة أود أن أقول للأخ السائل، هناك من يخص رجب بالصيام فيصوم رجب كله، وهذا بدعة وليس بالسنة، حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على أهله فوجدهم قد جمعوا كيزانا للماء مستعدين للصيام في رجب، فكسر الكيزان وقال أتريدون أن تشبهوا رجب برمضان؟ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس إذا رأهم صائمين حتى يضع أيديهم في الطعام في رجب. فليس للصوم في رجب فضيلة، بل هو كسائر الشهور، من كان يعتاد أن يصوم الاثنين والخميس استمر، ومن كان يعتاد أن يصوم الأيام البيض استمر، وليس له صيام مخصوص. هذه اثنين. ثلاثة، يوجد في بعض البلاد الإسلامية صلاة في أول ليلة جمعة من رجب بين المغرب والعشاء، يسمونها صلاة الرغائب، 12 ركعة، هذه أيضا لا صحة لها.
وحديثها موضوع مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الإسلام إنه موضوع مكذوب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. إذن لا صلاة مخصوصة في رجب، لا في أول جمعة منه، لا في أول ليلة جمعة منه، ولا في ليلة النصف منه. رجب في الصلوات كغيره من الشهور. رابعا، زيارة المسجد النبوي. في هذا الرابع ولا زيارة المسجد النبوي. يعتقد بعض الناس أن لزيارة المسجد النبوي في رجب مزية، ويفدون إليه من كل جانب، ويسمون هذه الزيارة الزيارة الرجبية، وهذه أيضا بدعة لا أصل لها، ولم يتكلم فيها السابقون، حتى من بعد القرون الثلاثة ما تكلموا فيها، لأن الظاهر أنها حدثت متأخرة جدا، فهي بدعة. لكن من زار المدينة في رجب لا لأنه شهر رجب فلا حرج عليه، إنما أن يعتقد أن الزيارة في رجب، زيارة المسجد النبوي في رجب مزية، فقد أخطأ وضل، وهو من أهل البدع في هذه المسألة. خامسا، يعتقد كثير من الناس أن المعراج الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماوات كان في رجب في ليلة 27 منه، وهذا غلط. هم يعتقدون أنه في ليلة 27 ويحتفلون في تلك الليلة، وعليه فيكون غلط من وجهين. الوجه الأول من الناحية التاريخية، فإنه لم يثبت ولم يقل أحد من العلماء السابقين إنه كان في رجب، بل قالوا إنه كان في ربيع الأول، وبعضهم قال في رمضان، والصواب أنه في ربيع الأول. الناحية الثانية التي غلطوا فيها الاحتفال بها، يعني لو فرض جدلا أنها ليلة 27 من رجب فإن الاحتفال بها بدعة، لأنهم يحتفلون بها يعتقدون ذلك دينا وقربا إلى الله عز وجل، فهو من البدع ولا يجوز الاحتفال بها لعدم صحتها من الناحية التاريخية، ولعدم مشروعيتها من الناحية التعبدية.